أول مقصد يجب على الصائم أن يجعل هذا المقصد أمام عينيه، وأن يكون حاضراً أمام ناظريه، وأن يكون مستحضراً له، مستصحباً لحكمه، مستصحباً لذكره على سبيل الندب في سائر أوقاته، ألا وهو امتثال أمر الله جل وعلا والطاعة له جل وعلا. ألم يقول الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالمرء كلما كان أكمل امتثالا له سبحانه، وكلما كان المرء مستحضرا لهذا المقصد أمامه، وأنه إنما صام لله جل وعلا، وأنه إنما امتنع من المفطرات قصد ما عنده سبحانه وتعالى، فإن هذا من أعظم المقاصد وأجلها، وهذا هو العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يقول الشيخ تقي الدين في منهاج السنة، قال: والشرع يعود إلى مقاصد، أجل هذه المقاصد وأهمها وأعظمها وأنفسها قصد عبادة الله جل وعلا. فالمؤمن في حله وإبرامه وفي نقضه وعقده إنما يستشعر هذا الأمر، وهو عبادة الله جل وعلا. ولذا كلما كان المرء في هذا المقصد أشد امتثالا كلما كان أجره أعظم. ولننظر في الصيام على سبيل الخصوص، كثير من العبادات لما شرعها الله عز وجل ذكر مع هذه العبادة فضلها وبين أجرها، إلا الصوم فإن الله عز وجل أخفى أجره ولم يبين ثوابه، ليستشعر المسلم أنه بفعله هذه العبادة إنما يمتثل أمرا منه سبحانه وتعالى. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فبين الله جل وعلا أنه يجازي الحسنة بعشرة أضعافها إلى 700 ضعف إلا الصوم، فقد أخفى الله أجره ولم يظهر لنا مقداره، لكي يكون المرء مستشعرا لامتثاله أمر الله سبحانه وتعالى وإن خفي عنه مقدار الثواب، ليكون المرء مستشعرا ومؤمنا بربه جل وعلا وأن فعله هذا هو من كمال العبادة. لذا أيها الإخوة، فإن من أعظم المقاصد في كل العبادات وفي الصوم هو أظهر، هو مقصد امتثال أمر الله عز وجل وطاعة ما أوجبه سبحانه وتعالى.